تحدث باسم خفر السواحل الياباني إن طائرة عسكرية أمريكية من طراز أوسبري تقل 8 أشخاص سقطت في المياه قبالة السواحل الجنوبية للبلاد. وأضاف المتحدث أن خفر السواحل توجه إلى موقع الحادث لإجراء عمليات البحث والإنقاذ، مشيرا إلى أن تفاصيل ما حدث للطائرة والأشخاص الذين كانوا على متنها لا تزال مجهولة.